سؤال، هل خطية يهوذا أكثر من خطية بطرس؟ ولماذا اختاره السيد المسيح؟ أراجع التفسير. طبعا خطية يهوذا أكثر من خطية بطرس بما لا يقاس. بطرس خطيته خطية ضعف وخوف، أما يهوذا فخطيته خطية خيانة وبيبيع المسيح بفلوس. ثاني حاجة إن يهوذا مضى وشنق نفسه، لو كان تاب ربما كان يبقى ليه موقف آخر، لكنه لم يتب على الرغم من إنذارات المسيح الكثيرة له.